أهلا بكم أصدقائي، اليوم سوف نتحدث عن اللؤلؤ الطبيعي. هيا نبدأ. يعرف اللؤلؤ الطبيعي بأنه أحجار صلبة كروية تندرج تحت الأحجار الكريمة النفيسة، وغالبا يتم استخدام اللؤلؤ في الزينة. اللئال الثمينة يتم الحصول عليها من محار الماء المالح. ينتج محار اللؤلؤ اللؤلؤ الطبيعي من خلال تغطية دقيقة لطفيليات الصدف، وهناك العديد من الأنواع المختلفة في الألوان والأشكال من اللؤلؤ، فهناك ذوات اللون الأبيض والعاجي والزهر الخفيف. أما اللؤلؤ الأسود يعتبر هو أغلى وأندر أنواع اللؤلؤ على مستوى العالم، وذلك لأنه نادر تكوينه. وهناك أيضاً ألوان أخرى للؤلؤ الطبيعي، والتي منها اللؤلؤ الأزرق والأخضر والأصفر الذي يسمى لؤلؤ الكارناك، ويطلق عليها اسم محارة الملكة لما يتمتع به من جمال وصفاء.